وسهلا، كنتمنى لكم تكون لاباس عليكم بخير وعلى خير وفي اطيب الاحوال. ومرحبا بكم معايا في القناه ديالي مريم اون سويد، مريم في السويد. الفيديو هذا كيف شفتوا في العنوان غيكون فيه واحد الطرف، واحد الجزء من الرحله ديالي للسفر لهذا العام هذا. غيكونوا فيديوهات واحد اخرين للسفر، لان كنعرف كيعجبوكم بزاف هذا النوع لي فيديو. هذا الفيديو هذه بالضبط غتكون سفر داخل السويد، يعني غيكون انا هنايا مسافره لواحد البلاصه جات في شمال السويد، الفوق في السويد. انا كنتواجد كنسكن في ستوكهولم في السونتر في الوسط للسويد. دابا غنطلع للفوق للشمال السويد لواحد المنطقه اسمها دولارنا. غنبارطاجي معكم كيف النيه هذه المنطقه هذه بالنسبه للناس اللي نتوما ساكنين في السويد وعمركم ما فايتكم مشيتوا ولا غتشوفوا معايا هذه التجربه هذه. انا شخصيا عمري ما مشيت لها من قبل، هذه اول مره، فغنشارك معكم هذه التجربه ديالي. وتا الناس اللي نتوما ماشي من السويد تشوفوا معايا واحد المنطقه واحده اخرى من غير المنطقه اللي انا كنسكن فيها اللي هي اوست السويد. دونك خليكم معايا حتى لاخر لا فيديو. واحد الحاجه اخرى بغيت نقولها، كنشكر الناس بزاف اللي هما كيدعموني في القناه ديالي، اللي كيخليو لي دي كومونتير مزيونين. انا كنشوف لي كومونتير اللي كتخليو لي، بغيت نقولها لكم كنجاوب، كنحاول نجاوب شحال ما قدرت على الناس المزيونه اللي كتكتب لي التعاليق مزيونه تحت الفيديو ديالي. كنشكركم بزاف وكتعطوني واحد الطاقه ايجابيه واحد الدعم مزيون. كيف قلت لكم ان المنطقه اللي مشالها هي دولارنا في شمال السويد، والبلايص اللي مشالهم في وسط منا يعني الكومون اللي مشالهم في وسط منا هما فالون وكبور لانغي. غنصور لكم غنكونوا ساكنين في فالون وغنكونوا كنتنقلوا بزاف لبور لانغي. المهم انتما تشوفوهم معايا. بالنسبه للناس اللي نتوما من ستوكهولم غتعرفوا خدرات خلينا هنايا كونغسينغن سيكتونا، ودابا بورستا هي مثلا ها هي بورستا. تلاحظوا ملي كتكون تخبط الطوق غتمشي في كومونالت، اخر محطه كاينه في الفوق ديال ستوكهولم هي بورستا. دابا حنايا ها هي هنايا نخليوها هنايا ها هي بورستا وغنزيدو. غنخرجو هنايا في هادي صالة إن شوبين. أنا براسي هاد الطريق هادي أول مرة كنجي منا. شو هنايا لا ناتشوغ، الناس كيجيو يدوزو السويديين غالبا كيجيو يدوزو الصيف ديالهم في هاد الدويرات هادو في ستوكا كيسميوهم. المهم الناس اللي جوا السويد راكم عارفين هاد الشيء هذا، انا كنشرح للناس اللي هما ماشي من السويد شنو هي ستوكا وهاد الشيء بحال هكذا. اغلبيه كيجيو لهنايا كيقول لك غنمشيو لندن، كيجيو لهنايا كيكون عندهم هاد الدويرات بحال هكا ديالهم كيصيفوا فيهم. دونك وفي الطريق هاد المطار اللي ماشي من حنايا بورلينغ اسمها، اللي قلت لكم الطريق شحال من كيلومتر توتال بين ستوكهولم وهاد بورلينغ تقريبا واحد 300 كيلومتر. دابا الساعه دي باقي لنا ساعه و37 دقيقه في الطريق. دابا خرجنا من لوطوغوت كيف قلت لكم، ماشينا هكذا في لاندسبيك في الطريق عاديه بحال هكذا. المهم
فيها هذيك 100 داك تقريبا تقدر تمشي ب 100 كيلومتر في الساعه. المناظر مزيونه، التليفون مالوغيزمون ما كيبينش بحال في الواقع، اجي حيت المناظر عينك كيتسرحوا في هاد الخضوره بحال هكا في هاد لاناتشر. شويه عروبيه ديال السويدين بحال هكذا هي غزيوله بحال نقولوا حنا ملي كنكونوا مثلا ماشي مسافرين من الرباط لكازا اولا من الرباط لتطوان ولا شي حاجه كنكونوا ماشيين على الطريق لوطوغوت ولا شي مرات المهم لوطوغوت ولا ماشي لوطوغوت كتشوف هكذا الديور بعادين عليك كيكونوا بالعروبيه ولا خارجين هكا على المدن بحال هكذا هاد الدويرات هادو اللي كنشوفهم في الطريق من الصباح مزيوين واحد الشكل فيهم غزيول اكتيفيتي وحده اخرى عند السويدين هو السفر بهاد لي كارافان بحال هكذا. دابا غندخلو للكومون اللي غنكونو فيها الاوتيل اللي عندنا فيها الاوتيل اسمها فالون. هيا هي فالون. هيا دابا دخلت للكومون. دخلنا والو نوصلو الموطا عند الاوتيل. هنايا هو هدا الاوتيل فين غنزلوها وبقي تماك د الباركينغ. مع بعضنا هنايا في الاوتيل نتاكم فكره عليه الا ما سبحان الله شي واحد كان ماجي هنايا ياخذ فكره عليه. الاوتيل هو هذا اسمه فيرست هوتيل
السويدي كنقولوا هوتيل اوتيل فيرست هوتيل جراند بالسويديه غران. سينو واحد الحاجه نقول لكم نصيحه، دائما حاولوا تبوكيو الاوتيلات على تيسع باش كاين نقامو رخاصين. حنايا ما كناش متاكدين غنمشيو لهذا الاوتيل هذا، دونك بوكينا في الاخر في الايام الاخر قبل ما كنا غنمشيو، ونقام علينا غلا بزاف من الناس مثلا اللي حنا كنعرفوهم اللي حتى هما نزلوا في ديك الاوتيل ولكن بوكاو في الشتوى. دونك دائما حاول تبوكي على تيسع. سينو الاوتيل كان مزيون نقيقي الصراحه، هنايا كيف كتشوفوا معايا بحال واحد البوفيه فيه كافي اتاي وديك الشيء غراتوي. الاوتيل كيعطيوه كي بيوديو كي اوفريوه للناس غراتويتمون، كيكونوا دي بيسكوي شي حاجه هكذا معاهم، دي زاكتيفيتي بحال كتشوفوا هنايا دي جو كتقدر تلعبهم حتى هما سي غراتوي. شنو اخر كان فيه الفطور داخل، الفطور كان مزيون بزاف. هنايا كنوريكم البيت، هنايا نكونو بثلاثة بينا. دونك سكيلفو هنايا شرجمات بواند الكافي، هنايا الدخلة وهنايا التواليت كوريكت. دابا خرجنا من الاوتيل واتجاه الواحد اللي نقولوا مدينه حنايا للكره، انتما تشوفوا معايا. الوغ هنايا في هذه البلاصه هذه في بولينغي هنايا كتشوفوا معايا غتلعب واحد تلعب تورنوا ديال الوليدات. دونك هذا هو السبب اصلا حنايا الرئيسي علاش جينا هنايا. وهنايا عاملين بحال نقولوا الافتتاح اليوم، الفرق كاملين كاينين، وكاين واحد المغني ما عرفتش واش لحقنا حنايا ولا لا، كاين واحد المغني كان في ميلودي فيستيفال اسمه ليامو ليام، كان في ميلودي فيستيفال بحال نقولوا حنايا العرب ايدل ديالنا، كان شارك فيها هو هو اللي كيغني دابا. هنايا كاينين البلايص ديال الماكله والكلاص والتشروس وديك الشيء باش الناس ملي يكونوا هنايا كيقدروا يمشوا لهاد البلايص هادو فين ياكلوا. Jag kommer också ihåg när jag spelade den här turneringen Dalekalia, för jag är en gammal fotbollsspelare. Jag tror det var 97-98, vi kom till final. Förlorade mot ett brasilianskt lag med 6-1, men det var ganska bra. Enskild IK för någon som spelar Enskild IK. Yes, ta vidare. Tyckte du kör lite dragon här, va? Yes. Ja, ni hörde! Vänta! Vem var det som skrek ja när jag sa dragon? Vänta. Och jag kommer fortsätta med bra låtar, men nu kommer vi dra upp tempot lite också. Jag vill köra en grej som jag... Fattar på en high five. Jag vill köra en grej som jag alltid kör. Vi har kört den sedan långt tillbaka. Vad filmar ni? Ja, du jag säger. Och nu ska jag verkligen känna, ni ska överrösta mig. Men jag säger Liam! Skriker ni? Oh! Liam! Liam! Ja, 80%, 80%. 20% kvar och det är 4 låtar. Så det... Baby, never let it go.
انا غنوقف الفيديو دابا هنا باش ما تجيش طويله ويتبع. غنكمل تو بي كونتينيو، غنكمل عليها المره الجايه ان شاء الله، نعطيكم اكثر التفاصيل على هذه المنطقه هذه اللي انا مشيت لها. دايوغ انا في هذه البلاصه هذه للكره على واحد السبب. المهم حتى الفيديو اللي ما جا ونكمل لكم ونقول لكم باي باي الى الفيديو ما جا.